الارقام والجماهير بقت واضحه معانا جدا من مراحل كابتن حسين مهمة. شحات وكابتن خالد بطيب، لكن معانا دلوقتي مكالمه مهمه جدا من حديث او ايقونه الدوري الموسم الماضي الكابتن سيد عبد الحفيظ. اهلا بيك يا كابتن سيد. ابو حميد ازيك؟ تحياتي ليك وتحياتي محمد، ومنورين دايما. حياتنا لحضرتك يا كابتن. ربنا يخليك حبيبي يا كابتن، وسعداء باول مداخله من حضرتك معانا في البرنامج، ودايما بتسرينا كابتن سيد في كل اللقاءات. عايز اسال حضرتك سؤال. طبعا احنا كنا بنتكلم عن دوري الموسم الماضي اللي حضرتك كنت هيكون فيه، ولكن حديث طبعا الجماهير يهمها تطمن على كواليس صفقه كهربا. النادي الاهلي اعلن النهارده عن انضمامه، الناس بتسال رقم التيشيرت، الكواليس ايه؟ تصورك للصفقه من وجهه نظرك كابتن سيد. بص طبعا الحمد لله يعني هو واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا، وواحد متاكدين من امكانياته وقدراته تمام، لكن انا مش عايز اتكلم في اللي فات كتير، لكن لازم هو قبل الجميع يعلم ان هو عنده شغل كتير جدا، وعنده حاجات كتير جدا واهداف لازم يحققها. والنادي الاهلي نادي مختلف عن اي حد، اللي جاي ده تحت اطار المسؤوليه، وانا متاكد ان شاء الله الرحمن شخصيته باذن الله هتبقى مناسبه جدا للنادي الاهلي، ونساعده باذن الله وهو كمان يساعدنا لتحقيق مزيد من الالقاب والبطولات سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله يا كابتن سيد، باذن الله نتمنى ان حضرتك رؤيتك باذن الله وبحفاظك على الانضباط داخل اللاعبين كلهم والمجموعه، ولكن حضرتك في تصريحاتك الاخيره كنت بتتحدث عن مستر ريني فايلر وان هو مدرب لا يترك التفاصيل الصغيره، وبيذكر حضرتك ببعض الاشياء الخاصه في نظام مستر مانويل جوزيه. عايز حضرتك تكلمنا عن ايه مختلف حضرتك شايفه في الفريق مع مستر فايلر، ايه المختلف في طبيعه الاداء اللي النادي الاهلي بيحققه 5 انتصارات على التوالي ومنظومه متماسكه منضبطه كالعاده في وجودك وفي وجود اداره النادي الاهلي؟ بص يا محمد، يعني اي شغل في الدنيا في الاطار الجماعي بيبقى شغل محترم جدا، لو كل واحد عارف نفسه وكل واحد عارف كل واحد عارف دوره. تمام؟ الحته الجماعيه دي مفتقدينها في المنظومه الرياضيه بشكل عام، يمكن المميز فيها النادي الاهلي. ريني فايلر من ساعة ما جه هو بيدقق في التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تتحسب عند الناس ان هي يعني هايفة او ما تأديش لحاجة او نتائجها مش محسوسة او ملموسة قوي، لكن لما تجمعها تلاقيك تديك بطولة او تلاقيك فارق اهداف او تلاقيك ارتياحية او تلاقيك تغيير في المستوى. هو ده اللي انا اقصده، التفاصيل الصغيرة حتى في ردود الافعال او تنفيذ التعليمات او الاستعداد للمباريات، هو ده برضه اللي اقصده. يعني في جانب فني بتشتغل عليه، لكن في كمان حاجات بتبقى مش بعيده عن الامور الفنيه لانها مكمله للامور الفنيه، ممكن تبقى داخل الملعب وممكن تبقى خارج الملعب. اكيد احنا صحيح الحمد لله ماشيين بشكل كويس في الدوري، ماشيين بشكل كويس على المستوى الافريقي، لكن الموسم بالنسبه لنا لسه في بدايته، لسه قدامنا مشوار طويل جدا في الدوري، لسه قدامنا مشوار طويل وصعب في افريقيا. الو، لسه الليله طويله يا كابتن سيد. عندنا حاجات لازم نشتغلها، شغلنا ما حدش يعمله غيرنا. اكيد يعني الشغل بتاعنا ما حدش يعمله غيرنا، فان شاء الله الرحمن نكون على قد المسؤوليه، وان شاء الله الرحمن ربنا يكتب لنا النجاح باذن الله. امين يا كابتن سيد. احنا كنا بنستعرض طبعا الموسم الماضي، طبعا عندنا احنا في ديسمبر بنستعرض احداث العام، واكيد الدوري اللي فات حضرتك سميته الدوري الالذ، ما ينفعش نسقطه من الذاكره، وما ينفعش نسقط الدور الابرز الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي جه تولى المسؤوليه، انتقل من كرسي مقدم البرنامج لكرسي مدير الكره في شهر نوفمبر، وكان دايما اي حد يسال كابتن سيد عن فكره تاخر او تقهقر النادي الاهلي في الدوري اللي وصلنا لمركز ال 18 كان يقول دايما بمنتهى الثقه النادي الاهلي هو بطل الدوري. انا عايز اسال سؤال بمنتهى الامانه كابتن سيد، حضرتك الثقه دي بالفعل عن قناعات، ولا كان فكرة ضغط على منافس أو فكرة تقوية الثقة عند اللاعبين في النادي الأهلي في الفترة دي، خاصة إن النادي الأهلي كان بيمر بمرحلة ما كانتش كويسة؟ بص يعني لو اختصرنا بكل أحداث الموسم اللي فات بكل ما فيه من أمور أو مواقف أو أزمات أو أحداث بشكل عام، يعني هو تجسيد لشخصية النادي الأهلي، ودي أكتر حاجة الواحد مفرحها. يعني شخصية النادي الأهلي مش عن شخص واحد، شخصية النادي الأهلي في عقلية النادي الأهلي، في تفكير النادي الأهلي، في أسلوب النادي الأهلي، في إدارة أزمات النادي الأهلي، في إدارة التعامل مع المواقف، في إدارة التعامل مع الأشخاص، في إدارة التعامل مع المنظومة، هو تجسيد لشخصية النادي الأهلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مش كان كلام سيد بس أو كلام اللعيبة بس أو الأجهزة أو مجلس الإدارة، كمان الجماهير كانت معاه.
فانا فخور جدا بالموسم اللي فات رغم انه كان فيه صعوبات وازمات، لكن دايما المواقف الصعبه والازمات الكثيره بتبين المعادن الاصيله. كابتن سيد عبد الحفيظ، انا دايما بقول ان هو مدير الكره اللي مذاكر كتاب النادي الاهلي من الجلده للجلده. كابتن سيد عبد الحفيظ، في تحديين الموسم ده، إدارة النجوم شيء مش جديد على حضرتك، حضرتك تمرست مع نجوم وأسماء كبيرة جدا، حضرتك شايف النادي الأهلي بالنجوم اللي عنده الموسم ده، إيه النجوم دي ممكن تقدر تقدمها؟ ولو حضرتك هتوعد الجمهور بوعد، هيبقى كابتن سيد عبد الحفيظ وعده للجمهور، تحب توعدهم بإيه؟ بص، يعني أكتر حاجة بتريحك في التعامل أو أكتر حاجة بتسعدك إن أنت اسم النادي هو أكبر من أي حد، فبالتالي اكبر من اي حد سواء كان على مستوى اللعيبه او المنظومه، فده بيريحك جدا في الشغل. لو دخلت بالمفهوم دوت فالامور كلها بتبقى سهله وبسيطه بعد كده. يعني دايما دايما بقول للعيبه ودايما ان هم عندهم اليقين ده، ما حدش يدخل لي ان هو نجم. يعني سيبنا احنا نتعامل معاك ان انت نجم، هنديك وضعك المادي والادبي والمعنوي وكل حاجه. لكن المفهوم الاكبر هو ان الاهلي هو النجم، الاهلي هو النجم الحقيقي او النجم الاساسي والرئيسي في المنظومه. يعني النظام بتاع النادي الاهلي هو راسخ من 1907 لحد دلوقتي. صحيح انت ممكن بتيجي تحافظ عليه وكل حاجه، لكن انت لو مش موجود في يوم في اثنين في ثلاثه هتلاقي اللعيبه بتيجي في مواعيدها، اللعيبه مستاذنه في القرارات، عارفه حدودها، عارفه حدودها، وعارفه الجزئيه اللي بتتحرك فيها. الوعد يا كابتن سيد اللي جمهور النادي الاهلي هينتظر يسمعه منك. اتمنى يا رب البطوله المحببه لينا واللي جايبه بقى لها فتره هي البطوله الافريقيه باذن الله، يعني إن شاء الله. بطولة الدوري كمان لازم كلنا نعرف ان البطولة صعبة مش سهلة، البداية كويسة لكن في النهاية لازم تعرف كويس قوي 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 ان انت لسه في البدايات، عندك مشروع طويل جدا لازم تعمله عشان تحققه، لازم مجهود اكثر، لازم اجتهاد كبير، لازم تصميم وعزيمة مش فرد ولا اثنين، لا كل المنظومة. اتمنى يا رب ان في نهاية او شهر مايو اللي جاي باذن الله يكون يعني موجودين على راس افريقيا باذن الله، كابطال البطوله الافريقيه وبطوله المحليه الدوري والكاس والسوبر باذن الله مره ثانيه. ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون حالفنا التوفيق ونحقق البطولات اللي منتظرها كل جماهير النادي باذن الله. يا كابتن سيد، اسمح لي اخذك لنقطه اخيره، وهي فكره البعض او تم التناول اعلاميا في تكبير نرفزه ملعب حصلت بين اثنين لعيبه في النادي الاهلي، وبداوا يتناولوا فكره النادي الاهلي بيوقع عقوبات، النادي الاهلي مش عارف ايه، فاعتقد ما فيش افضل من مدير الكره هو اللي يرد عن الشائعات دي او التهويل الاعلامي اللي حصل للقطه لا تعد نرفزه، لا تتخطى انها نرفزه ملعب. بص، يعني طبعا طول ما انت ماشي بشكل كويس قوي هتلاقي بعض الاجتهادات او بعض التاليف ان صح التعبير يعني في العصر اللي انت فيه ده، وده يعني مش عايز اقول مقبول، لكن في النهايه يعني بقى شيء عادي وطبيعي. يعني انت اللي بتقيمه بشكل كويس لان انت انت اللي في المطبخ يعني موجود بالزبط. يعني احنا دايما بنقول للعيبه الكبيره واللعيبه اللي فاهمه الاسماء الكبيره في الفرقه وحافظ الرصيد الكبير، في توجيه للعيبه، لازم يبقى في توجيه للعيبه. احنا بنشتغل شغل جماعي وعمل جماعي، فلازم يبقى في توجيه، لكن في نفس الوقت التوجيه ده لا يتعدى او لا يتجاوز الحدود او النواقص الموجوده في اساسيات النادي الاهلي. اوكي، فده لا يعني في حاجات فيها توجيه ما فيهاش اي نوع من التطاول او الخروج عن النص، وبالتالي ما فيش في اي قرار في الموضوع ده. ثانيا، احنا ما بنتكسفش لما بيبقى في حاجه، لان احنا مش عايشين في المدينه الفاضله، اكيد في بعض الاشياء اللي ممكن تعدي عليك وبتتعامل معاها. يعني حضرتك احيانا بتعلن على العقوبات بنفسك كمان. طبعا انا بعلن في العقوبه لما تكون العقوبه على الملا او الغلط على الملا، لازم ده يعني خلاص الناس شافته. لكن لو انت في البيت يعني زي ما بتتكلم مع اولادك او بتتكلم مع اخواتك يعني، فلو في نطاق الاسره خلاص، لكن لو الموضوع انتشر او في حاجه في قدام التلفزيون او قدام الميديا فلازم هتعلنها، وما فيهاش كسوف لان انت في النهايه زي ما قلت لك اسم الاهلي اكبر من اي حد يعني. لكن الواقعه دي تحديدا ما كانش فيها اي حاجه، وبدليل ان احنا ما خدناش اي عقوبه. اما لو بتتكلموا على عقوبه رامي ربيعه، فكانت عقوبه رامي ربيعه كانت حاجه ثانيه خالص، لا علاقه بالتاخير في المواعيد يعني. بالظبط، حبينا نوضح انها بعيدا عن لقطه احمد فتحي. لا لا لا، لها علاقه بالمواعيد يعني. تمام، شكرا يا كابتن سيد، كنا سعداء بحضرتك جدا، وشكرا ان حضرتك وضحت كل الامور وخاصه النقطه الاخيره عشان تم الكلام فيها كتير يا فارس. احمد، من اول نقطه لاخر نقطه، البدايه اللي يفكر في الكواليس في رساله كابتن سيد عبد الحفيظ للاعبين هي رساله بدايتها بكهرباء وانضمامه وازاي تقدر تحافظ على نفسك في النادي الاهلي. كابتن سيد قال لنا عن حاجات كتيره جدا، قال لنا عن ذكرياته،